واشنطن ترفض منح صحفي يمني تأشيرة دخول أراضيها لتسلم جائزة. صحيفة العربي الجديد تتحدث عن موائد بلا أسماك في اليمن. من أخبارنا المنوعة، بريطانيا تحاكم امرأة تسوقت ب15 مليون جنيه استرليني. بعد مرور يوم واحد من قيام الأمم المتحدة بتوزيع سيارات ذات دفع رباعي، قالت أنها منحتها للحوثيين لمساعدتهم في نزع الألغام، يعلق موقع الصحوانيت. ألغام الميليشيات الحوثية تواصل حصد أرواح المدنيين بمحافظة البيضاء. قال الموقع: استشهدت امرأة أثناء قيامها برعي الأغنام إثر انفجار لغم زرعته الميليشيا الحوثية الانقلابية في منطقة شوكان بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء. كما أصيب عدد من الأطفال إصابات بليغة في مديرية السوادية، وبحسب مصادر محلية فإن الطفل بشار صالح عبد محمد السوادي ونصر صالح عبد محمد السوادي أصيبا إثر انفجار لغم زرعته الميليشيا الحوثية في قرية الخوعة بمديرية السوادية. رفضت السلطات الأمريكية منح الصحفي والمصور اليمني معد الذكري تأشيرة دخول إلى أراضيها لتسلم جائزة بوليتزر التي تعد الأبرز في مجال الصحافة الأمريكية، وقد احتل الخبر صدارة مواقع الأخبار ونطالعه من موقع قناة بلقيس. واشنطن ترفض منح صحفي يمني تأشيرة دخول أراضيها لتسلم جائزة بوليتزر. وحاز الذكري ضمن فريق من الصحفيين في وكالة أسوشيتد بريس على جائزة التغطيات الدولية عن سلسلة تحقيقات عن الحرب في اليمن. ويضم الفريق الصحفي ماجي ميشيل والمصور الصحفية ناريمان المفتي، وكلاهما من أصول مصرية، والمصور الصحفي اليمني معد الذكري. ووثق الفريق الصحفي خسائر أرواح المدنيين من حملة طائرات أمريكية بدون طيار، ولفت الانتباه إلى وجود جنود أطفال على الخطوط الأمامية، وأظهرت أدلة على تعذيب المتمردين الحوثيين. شارك الذكري في حفل التكريم باتصال مرئي عبر شبكة الإنترنت، وتمنع السلطات الأمريكية حاملي الجواز اليمني من دخول الولايات المتحدة منذ إصدار الرئيس دونالد ترامب مرسوم حظر دخول رعايا دول محددة بينها اليمن. ماذا تغير في الحالة العربية؟ صراع النخب والشعب. تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق ناظم الغبرة مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا: بعض الأنظمة العربية تعيش خوفا مبالغا به من كل كلمة وتعبير وتجمع وحراك، بينما بعض الأنظمة الأخرى أقل توترا في هذا الشأن. من جهة أخرى، نجد بأن القطاع الأكبر من الناس والقوى الشبابية في العالم العربي يعتبرون بأن مطالب التغيير والإصلاح في العالم العربي هي نتاج سلسلة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بشعور عارم بين الناس بالظلم والتهميش والاستثناء. هذا التيار العربي يمثل مدرسة جديدة تكسب كل يوم أنصارا ومؤيدين جدد. بل ينطلق هذا التيار الجديد والمنطلق من أحداث وثورات 2011 بأن الحالة العربية الضعيفة الراهنة مرتبطة باحتكار السياسة وغياب التداول على السلطة ونقص الحريات وانتشار الفساد وهجمة القمع. إن الطموح بعالم عربي أفضل والمحرك الأهم للحراكات العربية ولأصوات النقد والاحتجاج، ومن أهم ما سيطر على العقل العربي لعقود طويلة، كانت الفرضية التالية: على المواطن ألا يتدخل في الشأن السياسي مقابل حصوله على المأكل والمشرب والمسكن والاستقرار والأمن. هذه الفرضية تعتمد على المواطن السلبي الذي يسلم كل حياته واحتياجاته للدولة، مفضلاً ترك الدولة لوحدها تقوم بكل المهام والأعمال. مع الوقت تضعف الدولة وتنهار لأن مواطنها يعيش عزلة الصمت والاتكال والابتعاد. هكذا يصبح المواطن أحد أضعف حلقات الدولة، وذلك من خلال سلبيته وغيابه
وقلة اكتراثه. لقد سقط الاتحاد السوفيتي وسقطت أنظمة كثيرة في التاريخ بفضل هذه المعادلة. وعندما ننظر لهذه الفرضية على السطح سنجد أنها تتناقض مع طبيعة الإنسان بصفته كائناً سياسياً يبحث عن دور ومشاركة. فبينما من المصيب القول بأن المواطن يبحث عن المأكل والمشرب والتعليم والأمن، لكن تسليم الحياة السياسية من قبل المواطن للنظام السياسي بلا رقابة وتداول وبلا مساءلة لا يضمن الأمن والاستقرار. في الشهر الماضي زارت عاملة الإغاثة الإسكتلندية العاملة في برنامج الغذاء العالمي لورا فيليبس مدينة الحديدة الساحلية الحيوية، وقد تحدثت إلى صحيفة هيرالد سكوتلاند في تقرير ترجمه للعربية الموقع بوست، وقالت إن الوضع جنوني هناك. عندما تدور حول المدينة فهي مدينة أشباح، إنه شعور غريب تماما حيث لا يوجد أحد في الشوارع، ولا يوجد شعور بالحياة الطبيعية، ولا توجد متاجر مفتوحة، وهناك مباني مدمرة في كل مكان، إنه مزعج للغاية. أضافت: عندما كنت هناك ذهبنا إلى نقطة توزيع المواد الغذائية، كانوا يأتون لجمع حصصهم الشهرية، وكان الرجال في الصباح والنساء في فترة ما بعد الظهر. تتابع الموظفة الأممية: ترى الكثير من الأطفال الصغار يرتدون ملابس سيئة وممزقة، ويمكنك أن ترى كيف هم نحيفون. يمكنك أن ترى أولئك الذين يأتون لتناول الطعام في حاجة ماسة، ومن الصعب للغاية عليهم رؤيته. لا يمكنك أبدا تحديد عدد الأشخاص الذين يحتاجون بشدة إلى المساعدة، أو لا يعرفون من أين سيحصلون على الوجبة التالية. نحن نقدم سلال الطعام أو قسيمة نقدية لشراء المواد الغذائية من الأسواق المحلية، والتي تعيد بذلك الأموال إلى الاقتصاد. هذا يعتمد على الحالة الأمنية والوصول إلى الأسواق، وينتهي عقد لورا الحالي في فبراير من العام المقبل وفقا للتقرير. وقالت: إما سأمدد أو أذهب إلى مكان آخر، فهذا يعتمد على الوضع هنا، أو إذا كانت هناك حالة طوارئ أخرى، أو إذا كنت أرغب في الذهاب إلى مكان أكثر هدوءا بعض الشيء. على بضع أمتار من مركز توزيع المساعدات الغذائية الأممية في صنعاء، والتي تباع فيه السلال الغذائية للتجار من قبل المشرفين على المركز من أعضاء جماعة الحوثي، يتكدس عشرات المتسولين أمام أبواب المساجد للحصول على مساعدات من المصلين، وفقا لموقع يمن مونيتور والذي يعنون: بيع الإغاثة الأممية ينشط في رمضان، في رمضان صنعاء. قال سكان ومسؤولون أن مسؤولين حوثيين على مراكز برنامج الغذاء العالمي يبيعون المساعدات للتجار، وأن هذا النشاط تزايد خلال شهر رمضان المبارك. قال مراسل يمن مونيتور في صنعاء إن الآلاف من سكان محافظة صنعاء والنازحين أصبحوا يواجهون حقيقة انعدام المواد الغذائية، ويصارعون للحصول على لقمة العيش. في نفس الوقت تمتلئ مراكز تجارية بتلك المساعدات التي يتم شراؤها، ولكن بعد تغيير أكياس المنظمة الأممية إلى ماركات تجارية محلية. ثورة اليمين المتطرف في أوروبا. تحت هذا العنوان كتب بهاء العوام مقاله في موقع العرب مضيفا: مهما كنت تعارض أفكارهم ومعتقداتهم، يجب عليك الاعتراف بأن اليمين المتطرف يقود ثورة في القارة العجوز. الانتخابات البرلمانية تقول ذلك بكل بساطة، والأرقام كشفت ما أخفته السياسات الداخلية للحكومات الغربية على مدار سنوات طويلة، إما جهلاً وإما ضعفاً. ثورة اليمين المتطرف هي على الانفتاح وقبول الآخر ومبادئ حقوق الإنسان وغيرها من القيم التي لطالما تغنى بها الغرب، وسعى جاهداً لتعميمها خارج حدود دوله بوصفها الوصفة الثقافية المثالية لأي مجتمع. عندما تجتاح أحزاب اليمين المتطرف قوائم الانتخابات البرلمانية الأوروبية، ويحتل حزب الحديث مثل البريكست صدارة تمثيل البريطانيين في البرلمان الأوروبي، وحزب الجبهة الوطنية تمثيل الفرنسيين، فهذا يعني أن اليمين المتطرف هو القوة السياسية للغرب من الآن فصاعدا. لا يوجد حزب يميني متطرف في دول الاتحاد عاد مهزوما في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
هناك من خسر الصدارة أو من ظفر بمقاعد أقل من المتوقع، ولكن الجميع انتصر. حتى حزب الاستقلال الميت سريرياً في بريطانيا صوت له أكثر من نصف مليون ناخ. ثورة اليمين المتطرف في أوروبا تتلخص بثلاثة مطالب رئيسية، فحواها باختصار: لم نعد نريد المهاجرين واللاجئين، لم نعد نريد سياسات لا تضع مصالحنا الاقتصادية في صدارة أولوياتها، لم نعد نهتم بما يجري خارج حدود دولنا وليس اتحادنا إلا إذا كان يمس حياتنا مباشرة. لا يهم كم تتعارض مطالبات اليمين المتطرف مع مبادئ حقوق الإنسان، فقد سبقته إلى ذلك حكومات دوله عندما وضعت اللاجئين والمهاجرين في مراكز احتجاز لا تختلف كثيراً عن تلك التي سجن فيها اليهود على زمن النازية، ثم تحولت إلى عصاب يلاحق الأوروبيين. طالب محامون ونقابات الصحفيين المدعي العام في باريس في رسالة مفتوحة، كما قالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، وضع حد لإجراءات قضائية ضد صحفيين اشتغلوا على تحقيق حول استخدام الأسلحة الفرنسية من قبل السعودية والإمارات في حرب اليمن. ذكر في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام: نطلب رسميا وضع حد للإجراء الذي أدى بالفعل إلى استجواب الصحفيين عن انتهاك مفترض للدفاع السري فيما يتعلق ببيع فرنسا للأسلحة المستخدمة في اليمن. مديرية الأمن الداخلي الفرنسي مؤخرا استجوبت 7 صحفيين من موقع ديسكلوز وراديو فرنسا وصحيفة لولوكتيديان كانوا يحققون في هذه القضية. أضاف الموقعون على الرسالة: الحق في حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يشمل حرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار دون إمكانية تدخل من السلطات العامة. تواصل الرسالة التي نشرت على موقع صحيفة ليبراسيون اليومية: كيف يمكننا ألا نتوقع أن تكون التحركات الأخيرة هي بداية تقييد حرية المعلومات، وأن المديرية العامة للأمن الداخلي من المرجح أن تقوض سرية المصادر وهي أحد أحجار الزاوية لحرية الصحافة. المحامي ويليام برودون علق في الرسالة أيضا: إن ما يحدث هو مقاومة السلطات الفرنسية لقبول نقاش حول ما يمكن أن يشكل أفعال التواطؤ في جرائم الحرب في اليمن. حتى في المدن الساحلية موائد اليمنيين أصبحت بدون أسماك، وذلك بحسب صحيفة العرب الجديد، بعدما حرمت المعارك في الساحل الغربي الصيادين اليمنيين من ممارسة أعمال الصيد اليومية، ليتسبب ذلك في حرمان ملايين المواطنين من الأسماك. الأسماك التي كانت متوفرة بشكل كبير وبأسعار مناسبة للأسر ذات الدخل المتوسط اختفت من موائد اليمنيين. يقول المواطن عبد الله أحمد وهو من سكان صنعاء: أن الأسماك كانت الوجبة المفضلة لدي أو لدى أفراد أسرتي، فهي شهية ومفيدة ورخيصة الثمن، ولم تكن تغادر مائدة غالبية الفقراء في اليمن قبل الحرب. وعن أسباب عدم شراء الأسماك يقول: كانت أسعارها قبل الحرب في متناول الجميع، لكن استهلاكها الآن بات يقتصر على الأغنياء كاللحوم الأخرى. سمير شرف توقف أيضا عن شراء الأسماك نهائيا منذ عدة أشهر، بعدما كان ممن يواظبون على شرائها. يقول: منعني عنها الارتفاع الناري لأسعارها خلال الأشهر الماضية من جهة، وتوفير المال لشراء المتطلبات الأساسية لأسرتي من جهة ثانية. يواصل للعربي الجديد: عندما أحصل على المال أقسمه على شراء الماء والقمح والأرز والسمن والشاي وفواتير الكهرباء، لم يعد هناك ما يكفي لشراء اللحوم بمختلف أنواعها. في المقابل يؤكد بائع الأسماك في سوق البليلي في وسط صنعاء عبد الله مقبل عزوف اليمنيين عن شراء الأسماك، ويضيف: كنت أبيع قبل الحرب أكثر من 100 كيلوغرام من الأسماك بأنواعها المختلفة في اليوم الواحد، أما اليوم فقد تراجعت إلى أقل من النصف، ولا يشتري الأسماك إلا المسؤولون أو التجار. السلام الأممي في اليمن، أين العقدة؟ تحت هذا العنوان كتب عادل الأحمدي مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: مع تصاعد الحرب عقب انقلاب الحوثيين وحلفائهم أواخر عام 2014 وتدخل التحالف في العام الذي تلاه، تحولت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة إلى السبيل الإجباري والوحيد لكل جهود السلام.
باعتبار أن المنظمة تمثل المجتمع الدولي الفاعل في البلاد. في ظل الحرب الدامية والأوضاع بالغة التعقيد والتي تكاد تنعدم فيها نقاط الالتقاء بين الأطراف، في المبدأ ليس من المنطقي ولا من الإنصاف إلقاء مسؤولية التعقيدات اليمنية وتعثر الوصول إلى حل سلمي في البلاد على الوسيط الدولي، لكن ذلك لا يجب أن يمنع الخوض فيما إذا كانت الإخفاقات المرتبطة بدور الأمم المتحدة تضيف تعقيدات إلى مسار الأزمة، وليس التعبير الدائم عن النوايا الحسنة وما سواها يتحمل المسؤولية عنه اليمنيون. وذكرت الحكومة اليمنية في الرسالة التي بعثها الرئيس عبد الرب منصور هادي أخيراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التجاوزات التي اتهم المبعوث الأممي بارتكابها تهدد بانهيار فرص الحل، الأمر الذي يتنافى مع دور المنظمة الدولية المفترض في تيسير السلام لا وضع العقبات في طريقه. بصرف النظر عن تفاصيل الاتهامات التي وجهتها الحكومة للمبعوث الأممي مارتن جريفيث أو تلك التي وجهها سابقاً الحوثيون ضد المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بات واضحاً أن دور الأمم المتحدة يتطلب نوعاً من المراجعة على الأقل بما يعزز من قدرتها كوسيط على العمل نحو الحل المتعثر منذ سنوات. ولعل من أبرز التعقيدات التي يضيفها هذا الدور التضارب بين المصالح الدولية التي تحرك جهود المنظمة الدولية والحرب عموماً وبين مصالح الداخل اليمني أو ما يقتضيه طريق الوصول إلى حل دائم ينهي الحرب الدائرة في البلاد ويعيد إليها الأمن والاستقرار. في الأخبار المنوعة التي نشرت اليوم نطالع قصة امرأة تحاكمها بريطانيا بعد أن وصلت فاتورة تسوقها إلى أعلى فاتورة تسوق في البلاد، وتعنون شبكة البي بي سي كيف أنفقت امرأة 16 مليون جنيه استرليني في هاروتس. كشفت الوثائق التي أتيحت للبي بي سي كيف تمكنت سيدة متزوجة من مصرفي سابق مسجون حاليا من إنفاق 16 مليون استرليني أو جنيه استرليني في هاروتس دون أن تثير أي اشتباه. واستخدمت زميرها جيفيا التي تواجه حالياً أول قضية في بريطانيا في ظل قانون من أين لك هذا 54 بطاقة ائتمان كثير منها ذو صلة بالبنك الذي كان يعمل فيه زوجها في إنفاق ضخم في لندن لم يشهد له المتجر نظيراً منذ عقد من الزمان. وقد تفقد هجيفا منزلها الواقع قرب هاروتس والذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه استرليني إضافة إلى ملعب للغولف يقدر بملايين الجنيهات. إن لم تستطع توضيح مصدر ثروتها أمام المحكمة العليا ويقضي زوجها حاليا حكما بالسجن مدته 15 عاما صدر عليه في موطنه أذربيجان بعد إدانته بسرقة الملايين من البنك التابع للدولة الذي كان يعمل فيه. موقع عربي 21 يتحدث عن أطول بث في التاريخ ويقول منظمات تعنى بحماية الطبيعة أطلقت أول بث مباشر في التاريخ لقارورة ماء بلاستيكية. ذكرت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة أن الهدف من البث هو دعوة السياسيين وأصحاب القرار حول العالم للنظر إلى خطورة المواد البلاستيكية وتأثيرها السلبي على الطبيعة. ونوهت المنظمة إلى أن البث سيمتد إلى 449 سنة وذلك بحسب عداد تنازلي أرفق إلى جانب الفيديو. البث عبر فيسبوك بدأ في 10 مايو الجاري ليقترب من حاجز 500 ساعة متواصلة. ودائما ما تحذر منظمات من أضرار البلاستيك أبرزها تراكم ملايين الأطنان من النفايات الصلبة السامة إضافة إلى تأثير الغازات السامة على العمال واستخدام المعادن الثقيلة لتثبيت الألوان. تمويل ديمومة الاحتلال، تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زين مقاله المنشور في صحيفة الغد مضيف. يجمع المتابعون للتسريبات عن ما تدعى صفقة القرن التي تعيدها أكثر الإدارات الأمريكية ازدراء للفلسطينيين على أنها لن تقترح إقامة دولة فلسطينية سيادية بمواصفات الدول، ولن تنهي احتلال الأراضي الفلسطينية، ولن تضع القدس الشرقية تحت السيادة الفلسطينية، وستنهي قضية اللاجئين وحق العودة. وبعبارات أخرى، لن تحقق الصفقة المسربة أي من الحدود الدنيا للتطلعات الوطنية الفلسطينية.
مع ذلك وعلى الرغم من اقتراح الكثيرين أن صفقة القرن ستولد ميتة، تمضي الإدارة الأمريكية في تنفيذ مخططاتها التي ربما تبدأ بالمؤتمر الذي دعت إلى عقده في البحرين، فيما يبدو أنه لجمع التمويل لتحسين أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية. وحسب التسريبات، تريد الولايات المتحدة من الدول العربية الغنية تمويل مخططها لحل ما سميت قضايا الوضع النهائي على حساب الفلسطينيين. يلاحظ المراقبون المفارقة المنطقية في بحث المسائل الاقتصادية قبل الاتفاق على القضايا السياسية التي رفض الفلسطينيون أصحاب الشأن المقترحات المطروحة بشأنها بوضوح. ويتساءل الصحفي تايلور لوك مراسل صحيفة كريستيان سينس مونيتور الأمريكية في تقرير له: العربة أمام الحصان، مشيرا إلى هذا الترتيب الغريب للأولويات. ويلاحظ لوك من دون مناقشة القضايا السياسية، وضع القدس والدولة الفلسطينية واللاجئين وتجميد الاستيطان، تكون الولايات المتحدة قد عززت وجهة النظر الشائعة بين الفلسطينيين والعرب بأن خطة السلام هي تطبيع اقتصادي مع إسرائيل، والذي يضفي الشرعية على الوضع الراهن في مقابل التنمية الاقتصادية. يعني إطفاء الشرعية على الوضع الراهن جعله مستدامة. والوضع الراهن هو أن فلسطين كلها تحت الاحتلال، وأن الفلسطينيين كلهم تحت الاحتلال أو في الشتات، وحتى وجود السلطة الفلسطينية التي توحي بنوع واهم من السيادة الفلسطينية في جزء من فلسطين فسر على أنه خدم تكريس الاحتلال ورفاهه، بحيث وصف بأنه احتلال 5 نجوم. وإذا كانت خطة ترامب كوشنير نتنياهو لتفرض على المنطقة، فإن الاحتلال سيصبح 7 نجوم أو 10. الأحداث المختلفة والمتنوعة في صور كما وثقها مصور صحيفة الديلي تيليغراف ننقلها لكم عبر جولتنا المصورة، والتي ستنقلنا إلى مناطق شهدت أحداث مختلفة من حول العالم خلال الأيام الماضية. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر الآلاف من العبارات والمئات من الصور في رسمة واحدة. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.